طبعا بما اننا قاعدين في الحظر وكمان داخلين على العيد وعندنا وقت كمان في البيت كتير، فالوقت ده بنهتم بيه ببشرتنا اكتر، بنعمل حاجات كتير بنهتم بيها فوائد البشره. فالنهارده هنعرض عن منتج حلو جدا ومنتج مصري. معايا الدكتور اكرم الغانم المستشار الطبي لشركه AMD. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا مدام ياسمين. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ كل سنه وانت طيب. ابو علي فين؟ ما قفلت عليه الاوضه. هي اول ما دام صدفه، انا قفلت عليه اول ما دام صدفه قالت له يعني ايه بس، فتقريبا هو بس بعيد. فالله اعلم الدنيا ازاي. منور يا دكتور. أخبارك كل سنه وحضرتك طيب. يا رب يخليك. ازاي صحتك؟ الحمد لله. طبعا انا عايزه حضرتك تكلمنا على كريم في البدايه، هو عباره عن ايه وايه الحاجات اللي هي داخله، العناصر اللي داخله في تركيبه؟ تحت امرك. قبل بس ما نتكلم على بروش كريم اقول لك مبروك بس على البرنامج. برنامج جميل والدنيا جميله، بس اسم البرنامج غلط. هو ولا هي؟ كان في مقارنه مع جزيل احترامي. اكيد مفيش مقارنه. انت بتتكلمي في ايه؟ احنا بناكل عيش في البلد دي. هي بس مفيش. هي هو مين وبتاع مين؟ امال انا طلعت بسرعه ليه؟ بالظبط. ما هو بس علشان كده. يا رب ديك صح. بصي يا ستي بقى، كريم بروش هو كريم طبيعي. اهم ميزه فيه ان هو ست مكونات، والست مكونات طبيعيه. اهم مكون في البروش دايما بقول بروش بالكولاجين. انت عارفه يعني ايه كولاجين، وكل البنات والستات عارفين يعني ايه كولاجين وفوائده ودنيته. فتعالي نتكلم ايه مكونات البروش. كولاجين، فيتامين سي، بنسينول، كوجيك اسيد، إيلاستين، واخيرا الليكوريش او خلاصة العرقسوس. ده المكونات الاساسيه بتاعته. طيب كل فايده في دول يا دكتور ايه؟ كل مكون من دول له فوائده. فوائده الطبيعيه، ودايما بقول لك لما تستخدمي استخدمي كريم طبيعي. ما افرحش ابدا بالكريم اللي فيه مكونات صناعيه يديني تاثير كويس قوي دلوقتي وعلى المدى البعيد يبقى سيء. طبعا عارفه دايما بيقول لك ايه المقارنه ما بين الفايده او الفاعليه والامان. فالحاجات الطبيعيه الفاعليه بتاعتها كويسه جدا والامان 100%، عكس الحاجات الصناعيه. طبعا الفاعليه 1000000% والامان زيرو. فانت بتتكلمي في مشكله، عامل لك مشكله على المدى. صح. وفي بشره بتبقى بشره حساسه يا دكتور، ما بتبقاش عايزه حاجات كيميكالز. الكريمات لما بتبقى منتجاتها طبيعيه ما بتاثرش او مش بتلهب البشره، فطبعا دي فايده كويسه. عشان كده بيقول لك ده كريم للبشره الدهنيه، وده كريم للبشره الجافه، وده كريم للبشره العاديه، ده كريم للبشره الحساسه. لا، كريم بروش بيتميز ان الست المكونات اللي فيه طبيعيه. في اي بشره تقدر تستخدمها. اقول لك مفاجاه. اي سن. اي سن. اي سن. لو بنوتك صغيره سنه عايز تدهني لها كريم بروش، ما هو كل حاجته طبيعي. عشان طبيعي ما فيهاش اي حاجه. بالظبط كده. هكلمك دلوقتي ان كوقايه ممكن نستخدمه من 12 ل 13 سنه. تعالي ناخد كل مكون من اللي اتكلمنا فيهم ونقول ايه فوائده. اولا الكولاجين. انت عارفه الكولاجين انتي رينكل، مضاد للتجاعيد. طبعا الستات بتحقن فيلر وبتحقن كولاجين وبتاع. طب وليه؟ ما انا عندي كريم البروش فيه الكولاجين. هو انتي رينكل، فتقدر تستخدمه من سن بدري. ما عايز اقول لك التجاعيد ما بقاش مرتبطه بسن. مش لازم 40 و50 سنه. لا مش شرط طبعا. انا عايز اقول لك 20 و30 سنه وتلاقي تجاعيد. تلوث ووراثه وتراب وشمس ودنيا. فانا النهارده لو البنات والستات تستخدم البروش كوقايه من الاول هيبقى كويس قوي. كمان الكولاجين مفيد لحب الشباب. انا عايزه الكولاجين ده، يمكن او الكولاجين ده بنتكلم عنه كتير قوي. تمام. فعايزه نعرف ايه فوائده على البشره. يعني موجود في كريمات كتير، هو يعني دلوقتي يمكن بقينا عارفينه، بقينا بنسمع عنه، الاول ما كناش نعرفه. فايه فوائده لوحدها الكولاجين؟ لا ما اعتقدش انه في ست ما تعرفش الكولاجين حاليا. لا دلوقتي يمكن زمان. خلاص يمكن زمان. فانا بقول لك الكولاجين اهم حاجه انه انتي رينكل. كمان حب الشباب. انت بتتكلمي له ثلاث مراحل في حب الشباب الكولاجين اللي موجود في البشره. اولا كوقايه من حب الشباب. ما تجيش للبنت والست حب شباب. فمن 12 13 سنه تقدر البنت تستخدمه عشان ما يجيلهاش حب شباب. طب لو جه حب شباب هدهنه فوقيه علشان يروح حب الشباب. طب بعد ما حب الشباب يروح الاثر بتاعته او الندبه، كمان بروش هيبقى مفيد في انه يزيل لي الاثر او الندبه دي. فانت بتتكلمي كولاجين موجود في البروش، ثلاث مراحل في المساعده او الوقايه من حب الشباب. طب في ماده البانثينول دي برضو يعني برضو عرفناها جديده. يعني انا بقيت انا لما احب اجي اشتري حاجه بحب اقرا الحاجات اللي المكونات. حاجه جديده ليه؟ ده احنا ده من وانا عيل صغير كده، يعني من القرن الماضي كانت والدتي الله يرحمها بتدهن لي البنسلين. البنسلين بس ده اللي هو المرهم، دلوقتي دخلوه في كريمات الوش. هو تركيبته كان الاول مرهم او كريم لوحده. مظبوط. فالبنسلين هو من اشهر الكريمات او المكونات المرطبه. زي بقول لك من وانا كده، يعني ده من القرن الماضي. حلو الكلام. فبتتكلمي ان البنسلين مرطب. بنسينول مهم جدا جدا موجود في بروش كمرطب. كمان مضاد للفطريات، مضاد للجراثيم، مضاد للبكتيريا. زي ما بقول لك البنسينول مهم جدا اللي في البروش كعنصر مرطب للبشره.
واهم حاجه يا دكتور لو في حب شباب زي ما حضرتك قلت ده ما يعملش اي خطوره ولا يزود حب الشباب ولا اي حاجه من الحاجات. بالعكس ده انا بقول لك ثلاث مراحل في علاج حب الشباب، عارفه مش كولاجين بس كمان هنيجي دلوقتي للكوجيك اسيد ده كمان لحب الشباب. بيعالج حب الشباب. مش بيعالج، هنقول ان هو وقايه الاول زائد ان هو بيساعد ان هو بيروح حب الشباب، وبعد ما يروح حب الشباب الاثر او الندبه بتاعته. طب وازاي نحصل على الكريم ده يا دكتور؟ كريم بروش موجود في كل الصيدليات بس لسه ما كملتلكيش المكونات بتاعته. كريم بروش موجود في كل الصيدليات لان توزيع الشركه المصريه للتجارة الادويه والشركه المتحده للصيدله. تعالي نتكلم، قلنا كوجيك اسيد، ايه كوجيك اسيد ده؟ هي ستي حاجه برضو للمساعده في حب الشباب، الوقايه منها ولو موجود حب الشباب وبعد ما يروح حب الشباب بقى ثلاث مراحل زيه زي الكولاجين. كمان الكوجيك اسيد لتفتيح المناطق الحساسه. الاستريتش مارك. ما بعد الولاده، فتقدر الست وهي حامل تقدر تدهن البروش بطريقه امنه جدا. احنا معانا دكتور على الشاشه. تمام. لان الستريتش ماركس دي يمكن بتعاني منها فعلا مشكلة. في الولاده، وبعدين ده في ستات بعد الولاده بيبتدوا يحطوا الكريمات دي، وهي الموضه في رمضان ده علشان المسلسل زي ما قالت الستريتش. فهم في الولاده اثناء الولاده يبتدوا يحطوا يا دكتور احسن، يعني ما يستنوش لما يولدوا في اثناء الحمل. تقدر طبعا تستخدمه الست بمنتهى الامان زي ما اتفقنا، هو حاجه طبيعيه. مش كده وبس، احنا اتفقنا ان كولاجين وكوجيك وبنسيلول. طب تعالي نتكلم على المكون الرابع اللي موجود في البروش، فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا كوقايه من اشعه الشمس الضاره. انت عارفه اشعه الشمس يا نافعه يا ضاره. نافعه دي بتبقى الصبح. بدري طبعا 7 8 الصبح او قبل المغرب على طول. مين بيقدر يعمل ده؟ احنا تعرضنا للشمس وبيبقى المعظم للوقت لاشعه الشمس الضاره. فالبنات والستات يقول لك انا عايزه، انا بخاف على بشرتي من اشعه الشمس. قلت لي قبل الهواء ان الفيتامين سي بيقشر البشره. دي حقيقه. لان هو بيحميك من اشعه الشمس الضاره. كمان فيتامين سي بيفتح الاوعيه الدمويه. يعني نقدر نستخدمه قبل ما ننزل الصبح، نحطه بحيث ان هو ما يعني يبقى حامي للبشره. دي حقيقه. ما يطلعش بقى نمش والحاجات دي، يبقى في ماده كده بتحافظ على البشره. جميل جدا جدا البروش في ده. انا بقول لك كمان فيتامين سي اللي موجود في البروش عشان يفتح لي الاوعيه الدمويه. فيخلي الدم يفط فطيط او يبج بجي كده. ايوه، انا عايز اقول لحضرتك النضاره اللي هي بتبقى البشره فيها دي، هو بيساعد على النضاره. فيتامين سي اللي موجود في البروش بيدين الحمار الطبيعي لكل بنات وستات بتدور عليه. طب ايه اللي بيميز براش كريم يا دكتور عن بقيه المنتجات الخاصه بالبشره؟ اولا ان الست مكونات لسه ما كملهمش طبيعي. بدل ما تجيبي كريم للترطيب وكريم للتفتيح وكريم للتجاعيد، لا هم ست. ست مكونات في واحد، وست اكشن في واحد. ستة في واحد مش ستة واحد بس عشان حبايبنا الزملكاويه. خصوصا صاحب الشركه الزملكاويه الله يخليك، مش عايزين مشاكل بالذات النهارده. حاضر. النهارده الذكرى بتاعت ستة واحد. حلو الكلام. فانا بقول لك اهو ست مكونات. تعالي نكمل، احنا اتكلمنا في ايه وما اتكلمناش فيه. احنا اتكلمنا على الكوجيك، اتكلمنا على الكولاجين، اتكلمنا على البنسينول، اتكلمنا على الفيتامين سي. تعالي نتكلم على الليكوريج. خلاصه الاسوس اللي موجود في البروش ده علشان التفتيح، علشان تجديد الخلايا، لك مكان المكياج ومكان التراب ومكان الدنيا. بالظبط صح فعلا. الليكوريج، عارفه البنات اللي بتلبس اشارب حجاب، فتلاقي الحجاب بيبقى فيه فرق لون. بالظبط. عارفه الساعه، عارفه السواقه، عارفه الايد الشمال. كل ده هو نقدر نقول بيوحد اللون. بالظبط كده. بالظبط كده. فالليكوريج او العرق سوس الموجود في البروش هيبقى مفيد قوي ده. اخيرا الاستين، ماده الاستين دي ماده مهمه جدا جدا علشان شد الجلد والمرونه بتاع الجلد. عارف الفنان صبحي في الهمجي لما كان بيقرا الجورنان ويقول لك بيضحك ويكشر ويعمل والدنيا دي، ويقول لك نفس اخبار الامس في الاخر بالمناسبه. حته ان دي ما تبانش، حته ان في كتير يبقى عندهم دي الخط ده، او كتير يبقى عندهم الخط ده او هنا. الالاستين الموجود في البروش ده هيبقى مهم قوي كده، بدل ما يلجأوا لحاجه زي الحقن او الحقن والفيلر. بلاش الفيلر وبلاش الكولاجين، خلاص بقى يبقى في حاجه منتج طبيعي استخدمه من بدري. زي ما قلت لك انا 12 13 سنه البنات والستات تقدر تستخدمه كوقايه من حب الشباب، وقايه من تجاعيد والحاجات دي كلها. فاحنا اتفقنا ست مكونات، ست اكشن، فبدل ما تشتري ست كريمات فاعتقد البروش هيبقى كويس قوي ومفيد قوي ده. طبعا يا دكتور. طب نتكلم بقى عن المنتج نفسه، موجود دلوقتي فين؟ يعني لو حد مثلا بيتفرج انا عايز يشتري الكريم يجيبه منين؟ اي صيدليه. موجود في الصيدليات موجود كلها. موجود في كل الصيدليات لان توزيع الشركه المصريه للادويه والشركه المتحده للصيدله. فكريم بروش موجود ومتوفر جدا. طب هو اقدر اسال عن سعره في متناول الناس؟ سعره اقتصادي وسعره ممتاز جدا، 48 جنيه ونص. انت لو قارنتي ست مكونات بست اكشن
ب 60 جرام. لا هو 48 جرام ونص. انا بروح، انا عندي في الكوزماتكس نقطه ضعف، بنزل اخش كده على الصيدليات، فبالنسبه لي انا اتفاجئت بسعره بصراحه. انا هستاذنك سيبك من ده كله وجربي البروش ده مرتين ثلاثه في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، ولو مره وانت نازله في الشمس الصبح وانت جايه تصوري. اوعدك وانا طالع يا دكتور هروح اجيب منه فعلا اجربه. اوعدك هتنبسطي فعلا. والناس تشوف الفرق عليا بقى خلاص. لا الفرق زي الفل طبعا، من غير حاجه ده ما فيهاش فصال يعني. الفكره بقى في ايه؟ انك بتقولي ده كريم للصبح وكريم لبالليل وكريم لبعد مكياج وكريم لقبل مكياج وكريم ما تعرضش بيه لا، كريم بروش تقدري تدهنيه في اي وقت بكل الامان ولاي سن زي ما اتفقنا. طيب بالنسبه لفيتامين سي، عشان انا دايما يعني ناس كتير قوي بتستخدم، حتى الغسول بيبقى فيه فيتامين سي، اللي داخل في تركيبه ده بيخلي لو انا عندي نمش يفتح النمش ده؟ بصي خلينا نبقى متفقين، في فرق دايما ما بين العلاج والتجميل. انت بتتكلمي ان مستحضر تجميل طبعا، اكيد مش علاج، ولكن هيساعد على ده، هيساعد النمش، هيساعد الكوجيك اللي فيه فيتامين سي اللي فيه هيساعد على ده. فالبروش هيبقى كويس قوي قوي كعامل مساعد في موضوع النمش ده. اه طبعا. طب حمد حضرتك قلت لي اصل حاجه فكتبتها تحت امرك، حمد اسمه كوجيك. تمام. ممكن حضرتك تعرفني ده بيبقى فايدته ايه؟ احنا قلنا لحقتي نسيتي والله، انا بس بسرعه ليه؟ معلش حقك انا معلش، انا شفت الكحك الصبح. ما انا شفت معاكي على فكره، كنت بعمل الكحك ده وانا صغير بجد. انا بجد يعني انا وحيد، فما بعرفش ولا اطبخ ولا اعمل ولا اي حاجه، بس مني وحيد، فامي بقى الله يرحمها لما كانت تيجي تعمل بقى موضوع الكحك ده، فكنت انا بقى من وانا صغير ابتديت 3 4 سنين كده بلعب لحد ما بقيت 20 25 سنه. لا انا اللي محترف ان انا اعمله فعلا. لا انا جيت هنا في البرنامج الحقيقه اتعلمت اعمل كحك واعمل حمام، وجوزي فرحان بيا قوي. ممتاز ممتاز. ده لازم جوزك بقى يدي مكافاه للمعلمين كده. بص كوجيك زي ما اتفقنا من شويه انه هيبقى الموجود في بروش مفيد في حاجتين. مفيد في انه تفتيح المناطق الحساسه. طب ما دي ما قلناهاش يا دكتور اول. لا قلناها ساعه ما قلت لك الاستريتش مارك، وساعه ما قلت لك الولاده وال انت نسيتي المناطق، يعني المناطق الحساسه دي فعلا مش اي حد بيستخدم اي كريم. دي حقيقه. لازم تستخدمي كريم طبيعي عشان ما يحصلش فيه مشاكل. بالظبط. الموضوع ده طبعا اسمها مناطق حساسه. ليه؟ بالظبط. حساسه اصلا يعني. فانت بتتكلمي طبعا طبعا البروش عشان كل حاجته طبيعي، عشان فيه الكوجيك فهيبقى تفتيح المناطق الحساسه، زي ما قلنا الاستريتش مارك، زي ما قلنا الدنيا دي، زي ما قلنا انه زي منطقه تحت القبط مثلا. طبعا تفتيح المنطقه دي علشان ما دي من المناطق الحساسه اكيد. كمان علشان حب الشباب زي ما اتفقنا ان الكوجيك والكولاجين محفظك اهو، الاثنين اساميهم قريبه من بعض، الاثنين دول شغالين. بحاول احفظهم صعبين قوي. تحت امرك، هسمعهم لك المره الجايه ان شاء الله. تحت امرك بنبي ياسمين. مشكورك جدا. اشكرك شكرا جزيلا. مشكورك جدا. شرفت بيكي جدا. نعم. كان معانا النهارده دكتور اكرم الغانم المستشار الطبي. هو غانم مش الغانم بس مش مشكله. اكرم الغانم. غانم. طب الاعداد يا دكتور هم اللي نتخانق معاهم. وانا هلحق بقى اتخانق مع ابو علي. شكرا يا دكتور. اشكرك شكرا جزيلا. دكتور اكرم غانم المستشار الطبي لشركه AMD، استنونا وحلقه جديده في هو ولا هي.